Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Rahman Hidayat. Ismi Randy Rahmat Hidayat. Ismi Fitri Novianti. Ismi Ilda Aulianur. الرياضة. الرياضة هي النشاط البدني المستمر أو الحركة البدنية المستمرة لتحسين الصحة. والرياضة من أسس وقاية الصحة والمحافظة عليها، ولا بد من القيام بها مبكرا. والرياضة نوعان، هما الرياضة الفردية والرياضة الجماعية، ولكل منهما فوائد كثيرة. الرياضة الفردية هي الرياضة التي يقوم بها الشخص بنفسه منفردا، مثل الجرى والرماية والسباحة والفروسية وغير ذلك. وأما الرياضة الجماعية فهي الرياضة التي يشترك في القيام بها شخصان أو أكثر. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا، أهلا وسهلا. كيف حالك؟ يا خيرين والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ يا خيرين وعافية. ماذا تعمل هنا منفردا؟ أنا أنتظر فطري سأل أبو معها إلى الميدان للرياضة. أنا أيضا سأمارس كرة القروة مع أصدقائي في ساحة المدرسة. يا أخي، الآن يوم العطلة، هل يجوز لك أن تمارس رياضة فيها؟ إن شاء الله سأستأذن من حارس المدرسة. طيب، هل يجوز أن أشترك معك؟ تفضل بكل سرور. جاءت إلدا أوليانور مع صديقتها فطري نوفيانتي. Waalaikumsalam ya Fitri Novianti. Hadihi sadiqati ismuha Yulda. Assalamualaikum, ismi Yulda wa ana sadiqatu Fitri. Waalaikumsalam, ismi Randy wa hadha sadiqi ismuhu Rahman. Tasharraftu bi ma'rifatika. Sharrafallahu qadrak. Ala fikra, madha sana'mal al'an? Sanadhhabu ila sahatil madrasah linumarisa riyadhata ma'an. Ayu riyadhah tuhibbina ya Yulda? أحب كرة الطائرة لأني أستطيع أن ألعب مع صديقتي بسرور. وأنا أيضا أحب كرة الطائرة لأنها تجعل جسمي في صحة دائمة. أنا أحب السباحة لأنها تحفظ لي أعضاء النام والكوليسترول وتحافظ مستوى الشكر في النام. حسنا، ما هي أهمية الرياضية في حياتنا وعلينا أن نمارسها بانتظام واستمرارا؟ طيب، هيا نذهب إلى ساحة المدرسة ونمارس الرياضة. هيا نذهب إلى ساحة المدرسة. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.